الساعه ليش شغل 2 جيجا في الصحافه؟ بس حضرتك المسؤول اللي في الصراع ان احنا ما عملناش اي حديث صحفي مطلوب بس في الصراع عشان نبرز النشاط لازم نبرز صباح الخير. طبعا نتكلم بس خطه الوزاره في التعديات الجمهوريه اونلاين. شوف هقول لحضرتك على حاجه، انا ضد اي تعديات على خط الصحيح بشكل قطعي، ضد اي تعديات، لكن كخطه وزاره هناك قوانين وهناك تشريعات. احنا بنعمل النهارده ان احنا بنفعل التشريعات، بنفعل القوانين، وعندي مجموعة من المستشارين نمسك كثرة التشريعات اللي موجودة، يعني صدر التشريعات دي من زمان قوي، ليه ما نعملش تشريعات ما يخدم التوقيت الحالي اللي احنا فيه؟ يبقى في سفر، فدي برضه هنعملها التشريعات دي وهنفعل التشريعات دي بشكل يحافظ على الاراضي الزراعية بشكل قطري ان شاء الله. وبالنسبه لوزاره الزراعه في تعاون من وزاره الزراعه وكده، شوف هقول لحضرتك على حاجه، التكليف المكافي الزراعة يشتغل في العالم. يمكن انت لاحظ انا لولا النهارده وزير الري في جوله افريقيه وكان هيبقى معانا طيب معاني. انا لسه النهارده بكلم وزير الشباب الصبح علشان نستطلع نعمل استطلاع راي جماهيري حول اليه توزيع المنتجات الداخليه، ازاي نشتغلها صح بحيث ان يبقى صالح للشباب وصالح التعاون. كلنا بنشتغل في العمل واحد من اسبوعين، كنت انا ووزير الري ووزير التنميه المحليه في خلاص احنا كلنا بنشتغل في ريعه. بقت ساعه سلام؟ لا هي بقى لها بعد ما الجيش والشرطه ضبطوا صمويل العربيه بتاعت مصر. بقت ساعه سلام اللي تم تامين الصحه، صدر قرار وفي لائحه تنفيذيه في اي مكان ترابيه تجد ان هناك ده انا وزير التموين اتفقنا على هذا الكلام، تجدوا انتوا الاثنين ان لها ضروره من فتحها تفتحوها فورا وتخطروني بها اكلمكم. ده على مستوى الجمهوريه مع الوزير؟ ده على مستوى الجمهوريه ولا على مستوى الجمهوريه؟ الامر ده على مستوى الجمهوريه وليست على مستوى محافظه واحده. اي وكيل وزاره زراعه مع اي مدير بنك فرع بنك في المحافظه اذا وجدوا ان هناك ضروره من فتح هذه الشونه الترابيه مذكره واحده من الاثنين تفتح وما فيش مشاكل. السنه اللي فاتت قلت لي اتفقت مع بعد شهر 3 بعد مارس
15 3 ليه؟ لان الجهاز يدور مسحور يدور فيما بعد عندنا العائد بصوبة حسب الصنف اللي انا زارعه. بالنسبه للفلفل الجميل جدا الالوان يعني الصوبة بتجيب لها من طن لطن ونص فكويس قوي. السعر بتاعه غالي بس سعره ما انا ما ببيعوش اقل من 7 جنيه بيوصل 9 الالوان غالي جدا. الفلفل الاخضر بيوصل 2 طن و 2 طن ونص معلي الزراعه برضه متوسط 4 جنيه حلو. الخيار عندي الصوبة 60 او الصوبة 30 بتعتبر باكيتين بتجيب لها 3 طن ونص خيار في 3 اشهر. انا بزرع روتين لكن الفلفل يكمل. سهل.